معكم يوسف ودموم عيشة، الملقب بيوسف ودموم عيشة، معروف داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم حنا كنتواجدوا في المحكمة ديال الابتدائية على قبل ريدة والتشينوية وعلى قبل فاطمة الزهراء بنت عباس. الحضور ديالكم هنا لدعم اليوم والتشينوية، شنو علاقتكم به؟ والتشينوية كنعرفوا حنا من كان باقي صغير، واحد الانسان معقول، واحد الانسان كنعرفوه، انسان محترم، واحد الانسان ود باب الله، يتيم، هادشي اللي كنعرفوا عليه حنايا. كيتعاون مع الناس الفقراء، مع الناس المساكين. وفاطمه بنت عباس هي راه حنا كنعرفوها من هي باقا صغيره، باقا بلا جواج الحمد لله، وكنعرفها انا في عمري 51 عام من هذا المنبر هذا. حنا حتى هي مسكينه هذيك السيده الله يطلق سراحهم بجوج، هما داروا التزام وداروا التنازلات، داروا وقف معاهم هذاك الشوك، وقف معاهم هذاك الفنان ديال مصطفى ديال الرباط، داروا التزامات الحمد لله. اليوم بغينا ان شاء الله يدوزوا في الجلسه ويخرجوا ان شاء الله، اما سراح مؤقت اما يخرجوا ان شاء الله بالحكم ان شاء الله. يوسف شنو تقول الشينوية مالها معاك؟ واش تقلقات منها؟ لا الشينوية راه بحال الام ديالي هذيك السيده، وهذيك السيده انسانه محترمه، وهذيك السيده حنا كنعرفوها وحنا صغار. السيده خديجه الله يعمرها دار الصراحه، حنا ماشي غادي انا من طرفها بجوج، لا من دار عباس ولا من خديجه الشينوية. يقول كانت تقلقات شويه، كانت فهمت شي حاجه غلط؟ ما فهمت شي حاجه غلط، وقدروها واحد الانسانه هذيك السيده كنعرفوها، وانسانه معقوله الصراحه، وكتبغي على الخير وكتبغي ولاد الناس خير. هادشي اللي كان من هذا المنبر، هادشي اللي كنقول انايا. دخلت بخيط ابيض حدا دوك حنا الناس مشاركين معاهم الطعام، لا هادو ولا هادو، حنا كابرين عند هادو وكابرين عند هادو. وريدة والتشينوية حنا كنعرفوه من الصغر ديالنا، عندنا من عندنا واحد 20 عام، دابا في عمري 51 عام، وانا كنعرف ريدة والتشينوية، دازوا عليه محنات ودازوا عليه بزاف ديال المسائل. هادشي اللي كنقول، حتى فاطمة بنت عباس كنعرفوها من الصغر ديالها وكابرين معاهم في الدار ديالهم. هادشي اللي علاش انت ما كتعاطاش في وسائل التواصل؟ ماشي ما كنتعاطاش، كنتعاطى مره ولكن كله المحتوى ديالو كله، وانا كنبدا نعير في ذوك اللوبيات، كنعير في هادو المثليين كنبدا نعير فيهم، ومره كنضحك معاهم. واحترامات المثليين واحترامات كاع الناس اللي شادين جنسيا كلهم من هذا المنبر هذا. حنا واحد انسان محترم، وانسان كاع الناس متبعينا داخل الوطن وخارج الوطن. حنا عبو هالي مرفوع لينا القلم، مره ندير كوميديا، مره ندير كلون، مريض مسطي ودريجة، الله بوهالي رشقت ليا كنمشي للسادات كنبات فيهم، كنريح سيمانه، كنريح شهر، كل مره بويا عمر، مره في مولاي بو عزه، مره ها بويا عمر سدوه، واخا سدوه باقي الناس كيمشيو يزوروه، باقي الناس كنمشيو لبويا عمر، كنمشي لسيدي علي، كنمشي للعيشه البحريه، كنمشي لمولاي بشعيب، كنمشي لمولاي عبد الله، سيد عبد الله بن الحاج، مولاي بو عزه، مولاي ابراهيم، كنمشي للسادات. علاش ما كنزورش؟ هو على ما نمشيش للسادات؟ هو كنستافدوا الصحه ديالنا، حنا مراد، حنا هكا كنطيحوا، فينا المسلمين، فينا الجواد، حنا مراد، حنا من نهار عقلت على راسي وانا مريض. سمعنا قولت عصبتي كنتي في واحد اللايف قلتي ما وقع شي مشكل، قلتي لهم لا انا راه راجل عندي وليدات وكذا. انا كنت مجوج وكانت عندي واحد البنيه وتوفات لي عندها 18 عام، كانت مشات معروضه للعين عوده هي والمدام ديالي، وكانت تحرقت لي في عين عوده في واحد السوق، كانت تما شالت فيه العافيه ديال عين عوده. ومن هذا والله ينصر سيدنا ورئيس الجماعه، هما اللي صيفطوا لي بنتي هنايا الميريزكو ديال كازابلانكا، هما اللي صيفطوا لي بنتي، كانت محروقه وانا 7 ايام وانا معاها في ميريزكو، وتوفات لي هذيك البنت، توفات لي عندها 18 عام، اللي كان في العمر ديالها 18 عام توفات لي. وهي باش غادي نصرح مع الصحافه، مع فاطمه الزهراء شوف تي في، اول لقاء معها هو اللي درت مع فاطمه الزهراء شوف تي في في القناه ديالهم، في المركز ديالهم، درت معها تما شي جواب، تما اول حلقه هي كانت مع فاطمه الزهراء شوف تي في. واش في حاط راسك مع المؤثرين، مع المشعوذين، مع رجال هذا، فين حاط راسك؟ انا حاط راسي مع كل شيء هنايا، انا ما عنديش، انا ما عنديش شي مشكل، حاط راسي مع اي واحد هنايا، اي واحد حاط مع راسي، انا ما عنديش شي مشكل. كيتهمكم بالشعوذه وبالمصابه؟ اختي النصب كاين والاحتيال كاين والنصب كاين، كاين الناس اللي كينصبوا، احنا ماشي غنكروا نضرقوا الشمس في الغربال، كاينين اللي كينصبوا وكاينين اللي كيدوا لبنادم رزقهم، كاينين اللي كيصيفطوا لهم كودات وكينصبوا عليهم وكيدوا لهم رزقهم، ولكن الضواحي ما كيبغوش يشكيو، كاينه الضاحيه اللي كتكون مصيفطه 100,000 او مليون ما كتبغيش تبان في الشاشه،
ما كتبغيش تبان في الشاشه، كتخاف على السمعه ديالها، على السمعه ديال العائله ديالها، على السمعه ديال راجلها او ولادها، كتكون دايره خزنه داك الشيء على المجتمع، فهمتيني؟ كاينين الناس اللي كيخافوا على روسهم. شي ناس كيقولوا انت واش مع المثليه ولا مثلي ولا كتحارب؟ انا ماشي مثلي وما كنحاربش المثليين، وتحيه للمثليين وتحيه للناس كاع اللي شادين جنسيا، وكاع كاينين الناس، راه كاينين الناس اللي شادين جنسيا وكاينين الناس اللي مثليين، كاينين الناس اللي عندهم ولادهم ولادهم في الدار مثليين، كاين اللي كتلقاه راجل كبير عنده 40 عام 30 عام 40 عام كتلقاه باللحيه ديالو وكتلقاه مثلي وكتلقاه شاد جنسي، فهمتيني؟ كاينين الناس مثليين، فهمتيني؟ هذوك الناس اللي كيتهموك انت شنو تقول لهم؟ واش نقول لهم؟ انا ما عنديش علاقه، انا كنكتبو. الكلام ديالك تيقول لك قريبه الطريقه ديال الكلام ديالك. انا بحال ما هكا، انا بحال ما هكا كندوي بحال ما هكا، بعض المرات كتجيني خدمه نقدر نمشي نخدم مع عونيات، نقدر نخدم مع كروب، نقدر نخدم فهمتيني، نقدر نخدم مع اي حاجه، نخدم مع جلاله، نخدم مع قناوه، نخدم مع اي حاجه، انا هكا، انا هضرتي هكا عادي. واش هذا الانسان انا قلت لك دابا انا داير الشارع اولا داير الشارع الرشيدي اولا داير الشارع؟ انا ما كندير لا شارع لا حتى شي حاجه، فهمتيني؟ هو دابا في اطار انها تقنن التيك توك وتمنعوا في المغرب، شنو هذا مصدر ديال الرزق؟ ماشي على احنا الا تحيد التيك توك عطى الله ما نديرو، نديرو غير البصه وماطيشه ونبيعو مع روسنا. انا عندي بزاف ديال الخدامين نقدر ندير بيعو الشريه، نقدر ندير اي حاجه، حيت الناس دابا هاد التيك توك، التيك توك ما عمره غيتمنع، فهمتيني؟ حيت التيك توك عالمي، فهمتيني؟ التيك توك ما عمره غيتمنع، هو عالمي وكيدخلوا مع كيدخلوا به مصروف كثيره، فهمتيني؟ دابا الناس اللي كيبقاو كيقول لك لا راه هذا كيعير وكيسب وكيقول كلام خايب وكيقول هذه وكيتعرى وكيديروا، راه الناس خاصهم يمشوا يقلبوا ولادهم، الناس خاصهم يمشوا يراقبوا ولادهم، الناس الدراري ما بقاوش بغا يقراوا، الناس ما بقاوش بغا يقراوا، الناس خاصهم يراقبوا بناتهم ويراقبوا ولادهم، راه الدعاره اللي ولات ديال التيك توك، راه حنا كنشوفوا الدري كيبقى كيبقى فايق حتى الخمسه ديال الصباح، راه كنشوفوا الدري كتبقى فايقه حتى الست ديال الصباح، راه ما بقاتش مقابله القرايه ديالها، ما بقاتش مقابله حتى شي حاجه، ما بقاو مقابلينها من هذا المنبر هذا، الناس ما خصهم يراقبوا ولادهم يراقبوا بناتهم، فهمتيني؟ راه من هذا الشيء كيوليو بنادم واحد داير حزام، واحد لابس قفطان، واحد كينوض يشطح، راه من هذا المنبر حنا كنقولوا لاي واحد الناس يراقبوا الولاد ديالهم ويراقبوا ولاد ديالهم كيبقاو حتى الصباح. دابا شنا دعاره كثيره ولات كثيره، ولينا كنشوفوا الدراري حاشاكم ولاو كيبقاو لابسين غير الكاسوات وكيبانوا في التيك توك، فهمتيني؟ لا مصري اي فهمتيني، عالمي ولا كنشوفوا الناس اللي ولاو لابسين مايوات وكيبينوا فخادهم وكيبينوا حشاكم وخيره ديالهم وفي التيك توك باش يصيفطوا لهم حوته، باش يصيفطوا لهم قلب، باش يصيفطوا لهم سماكه، باش يصيفطوا لهم السمع. اه كطلع عند واحد كيعرفوك عندك كون طالع كيقول لك صيفط لي قلب، صيفط لي سماكه، صيفط لي حوته. كيصيفطوا في السبوع والقلوب والسماء. انا ماشي انا الناس كنطلع نطلق تيك توك، اللي بغى يصيفط شي حاجه يصيفط، انا اللي غيصيفطوا لي ما كاين حتى مشكل. انا لا صيفطوا لي شي حاجه كنجمع دوك الفلوس كنمشي نخلص بهم الكرا، انا غير كاري على قد الحال، كاري بيت مع الجيران. انا كون كنت كنصب على عباد الله او كندير عباد الله رزقهم، راه كون عندي جديور، عندي جفيلات، عندي طوموبيلات، عندي الشيفور، ما نعاودش كون ندير واحد 40 مليون ولا 50 مليون ذهب. انا يجي يحاسبوني، يجي يراقبوني، يجوا يتحاسبوا معايا، يشوفوني فين كنعيش، يسولوا عليا الجيران، يسولوا عليا شي حاجه، انا راه بوها لي، انا مجدوب ودريجه الله، فهمتيني؟ انا ما عنديش راه ود الحال. يقولوا لك انت راه عندك الفلوس وعندك الدار داك الشيء خازنو على العين. انا لا عندي شي حاجه يجي يتحاسبوا معايا، كاينين الابناء، كاينين العائلات، كاينين كل شيء. واخا نكون خازن شي يقلبوا المخاده سيدي، نعطيهم ساعه ديال المكانه ولا نعطيهم حتى اربع سوايع يقلبوا المخاد، يقلبوا السدادر. ومرحبا بخوتنا كاع الناس داخل الوطن وخارج الوطن. نجاوبك بصراحة. شغنقول لك، نهار توفات لي البنت ديالي، غنقول لك دابا راه جاية شي 20 عام باش توفات لي البنت ديالي، ولا أكثر، توفات لي البنت ديالي، توفات لي في عين عودة، في الحريق ديال عين عودة توفات لي البنت ديالي، ما استفدنا حتى شي حاجة، ما جاتنا لا تعويضات، لا حتى شي حاجة، ما كاين لا تعويضات، بنتي لا تحرقت لي وتوفات لي في عين عودة، في الحريق ديال عين عودة. في السوق الاسبوعي تحرقات لي البنت ديالي وجابوها لي هنا الميريسكو، والناس جاو عند هنا الميريسكو، وبقات بنتي سبع ايام، وبقات بنتي سبع ايام وهي ناعسه في ميريسكو. نهار الغد لي هذوك السيليكانيين العزيين هما اللي كانوا مقابلينا هما اللي كانوا يديروا لها العمليه، بنتي توفات لي، كنت غادي نديها ندفن هنا في الغفران هنا في كازا بلانكا، بقات عليا نسيبتي لا غنديها العين عوده وندفنها. مشينا معاها وبشينا معاها تما عشيناها ودفناها تما في عين عوده،
هادشي اللي كاين اخوتي. هادشي مورا ما فكرتيش تتزوج ولا ما فكرش نتزوج اخويا؟ اش غنقول لك انا على قد الحال وتابع الهم، وطلقت المراه وطرا لي بزاف ديال المشاكل على الصعوبه، حيت المدام ديالي هي اللي كانت دات البنت ديالي، كرهت العيالات حيت خرجت لي على البنت ديالي، كنت كنتمناها غتولد لي وليدات وتولد لي بنيه وغيولدوا لي بنات ولا بنات بنتي ولاد ولادي، ونشوف بعينيا وربي حطني في هذا الحال وانا ما هذاك الشيء اللي كاين. ما عندي ما غادي ندير، هادشي اللي كاين. وحنا كنطلبوا الصلح وكنطلبوا ان شاء الله لافراج الريده والتشينويه وفاطمة الزهراء ان شاء الله يخرجوا ان شاء الله اليوم من هذا المربر. هو راه اخوكم وكاع الناس خاصهم يساندوا لا الريده والتشينويه ولا فاطمه بنت عباس، الله يطلق سراحهم والله يفاجئ عليهم. وانا راه ماشي انا من طرف هادو ومن طرف هادو، انا عندي بحال بحال هادو، مشاركين معاهم الطعام وهادو مشاركين مع الطعام، عندي بحال بحال وشكرا.